طب معالي السفير، هل من المشروعات اللي بنتكلم فيها برضو اللي فازت وهتحظى بالدعم والتمويل وكده، يعني مشروعات بس يعني ايه وقعها او مردودها محلي، ولا في مشروعات تانية ممكن تكون نموذج يحتذى بيه وممكن يتطبق في دول تانية؟ لا ممكن يتطبق في دول تانية، لان هو المبادره نفسها كمبادره فريده هيبقى نموذج لافريقيا، وبالتالي بعض المشروعات بتقول انها من الاول انها تسعى لتطبيقها، طبعا حاجه للتنبؤ بفيضانات، حاجه متعلقه بمشروعات تنميه مستدامه، كلها ممكن تتطبق في دول افريقيه. وكان من احد الجلسات اللي عقدت كان فيه اهتمام فعلا ان هم يقدروا يشوفوا المشروعات دي مش بس في افريقيا. يعني عايز اقول لحضرتك حاجه يا لبنى هانم، احنا تملي بنفكر ان احنا نبقى نموذج بس للدول الناميه او للدول الافريقيه، لا مصر برضو عندها نماذج لدول اخرى. يعني المبادره الفريده دي ما اتطبقتش في دول اوروبيه، دول اوروبيه عندهم التنميه ما اتطبقتش، فاحنا نموذج برضو ممكن يتطبق في دول متقدمه. وبالتالي الحاجه الاساسيه هي التكنولوجيا المناسبه، يعني المهم ان كل واحد بيناسب ظروفه ايه، ظروف المجتمع بتاعه ايه، ظروف المحليات بتاعته ايه. وبالتالي لو في مجتمع ظروفه تحديات مناسبه ممكن يستخدم التكنولوجيات دي. لكن هي تجربه والمشروعات معانا، ويعني المراسله بتاعت حضرتك موجوده معايا، يعني حواليا في 3 من المشروعات الفائزه هتسمعوهم حالا دلوقتي، بعد شويه هيكونوا موجودين معانا على الهواء. ادائهم